انت عندك عاده سلبيه، مثلا واحد اخذ قرار جدي، اني اليوم قررت انه اترك الفيديو جيمز، اني اليوم قررت بعد التليفون ما لزمه بيدي، كنت لزمه 16 ساعه باليوم قرر ساعه واحده باليوم. كم واحد بيكم مقرر يقلل ساعات التليفون اللي زمها بيده؟ لان ماخذين وقت. حسين تمام، هل رد تاخذ؟ عفية عليك حبيبي، اطلع برا. تمام، جابك العاده هنا. كلتنا ماخذين هيك قرارات، راح انتصر على هاي العاده. لا انا بعد جديات مستحيل، عفت الببجي راح اطلع من الجيمز، عفت ما ادري شنو راح الغي هاي اللعبه، خلاص راح اقفل باب الثلاجه، بعد ما راح اكل. وراح 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 وناخذ قرار بعد القرار انه انا مستحيل ارجع الها مهما كلف الامر. وقاعد في يوم من الايام في امان الله، كل شيء ما عندك، ومريت بمشكلة نفسية عاطفية، بابا وماما تعاركوا، مسألة مادية اللي تحبها انطتك بلوك، صار في شيء، صار شيء معين، فشل دراسي، فشل عاطفي، فشل روحي، المهم أو ملل وفراغ. واحد قاعد ملل وفراغ، الدماغ مبرمج بطريقة أنه لازم يطلعك من الحالة اللي أنت بيها، لأن هو اعتبر الألم والفراغ والملل والفشل والإحباط والمشاكل العائلية والمشاكل الأسرية والذكريات السلبية. واحد تنمر عليك وبالكلية ضوجوك وتريدين تلبسين البنطلون واكتشفتي أن أنت زايدة 5 كيلوات فتعصبتي، هذا يعتبر ألم نفسي. فالدماغ يجب أن يسكن الألم، لازم حتى يحمينا من الألم. فشو يسوي؟ يبدي يقلب، شنو الشيء اللي يزيد إفراز هرمونات السعادة عند مصطفى؟ شنو الشيء اللي يخليه فرحان؟ يقلب في دفتر عاداتك الحلوة، طبعاً هاي ثواني تطول عملية. قلب أفلام إباحية مو وقت أهلي بالبيت، قلب ببجي بعد الدنيا، قلب الأكل، إي صح جوعان، خلي أروح للثلاجة. فشو يسوي؟ قبل أن تمارس العادة يفرز بيك هرمونات السعادة اللي متعود عليها، اللي هي تفرز لك الهرمونات. هو يبدي يهيئك وينطي إعاز بإفراز هرمونات السعادة حتى شي يصير تشتاق لها وتروح لها، وأنت مسير ولست مخير. عفية عليك. كم واحد بينا في يوم من الأيام لازم الكتاب مال امتحانات ومال دراسة، ضايج وملل، ورأساً إيده شو تسوي؟ طب 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 طب، تروح على التليفون وأقلب، صح؟ لو أنت قاعد ضايج وبالشي باللا شعور، رجليك هيك راحت بوحدة على باب الثلاجة، فتحته وطلعت صفيته كلها أكلتها، صح؟ هذا اللي يعمله الدماغ. الدماغ شافك ضايج، شافك مليت، شافك مجروح، شافك مضروب بوري، شافك منزعج، ايش قرر؟ انه يفرز لك هرمون السعاده لمجرد التفكير بها، فرحت انت الها ومارستها. هذه من اخطر الالعاب التي يمارسها الدماغ علينا.